بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مصحة ماي لايف في كيرلا في ولاية كيلكات. احنا وصلنا هذه وسوي عندنا برنامج علاج، هي خاصة الطب البديل، وتعالج بعض الأمراض المستعصية زي العضلات، زي الجلطات، زي ضعف الأعصاب، ضعف القوى الجسم. والحمد لله جينا احنا قبل 6 أسابيع وأكملنا كامل الكورس ولله الحمد، واستفدنا بالله الحمد استفادة طيبة، ولكن يحتاج إلى عدة جلسات. ممكن يعني 6 أسابيع، ممكن تجلس مثلا بعد 4 شهور 5 شهور، تجلس شهرين، تجلس أسبوعين، أسبوع، 10 أيام، بهالحدود هذه، يعني 10 أيام أسبوعين تكرر الجلسات لين إن الله سبحانه وتعالى يكتب لك الشفاء العاجل الكامل بإذن الله سبحانه وتعالى. والمصحة جيدة ولله الحمد، وهذه مصحة ماي لايف. تتميز المبنى هذا بأن نفس السكن فيها العلاج، وفيها مكان العلاج، وفيها مكان الأكل والأطعمة والشرب، والحمد لله يعني ما في تنقلات ولا في أي حاجة ولا في أي صعوبة ولا في أي تعب من ناحية التنقلات. فالسكن في نفس الوقت تنزل أو هم يأتون إليك بالسكن للعلاج، هم بعض الأشياء هم يكملونها في السكن، عدة أشياء. وعندهم برنامج كامل لمدة 6 أسابيع، وهذا اللي هم ينصحون فيه، أن الإنسان يجلس 6 أسابيع، بعد 6 أسابيع يبدأ مرحلة التشافي بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله للجميع الشفاء العاجل إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا حي يا قيوم يا جلال وعلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.